وصلنا قالوا لنا في حفله معموله في فندق ومعالي الوزير ومعالي المحافظ هيبقوا معزومين فيه. مصر قريبه، حفله عاملينها اسمها مصر قريبه، مش حفله يعني غنائيه ولا حاجه، لا يعني انتوا عارفين ال ال عارفين ال الاغنيه اللي بتيجي اللي فيها كل الممثلين والمغنيين و اللي نزل من المطار واللي قبله واللي مش عارف بيبعت خان الخليلي، الاغنيه دي يعني وزاره السياحه هي اللي عامله دفع ثمن التكلفه كلها وكده، وكانوا عارضينها وبيعرضوها يعني وكان في بعض الاحاديث بقى، طبعا الوزير موجود وفي بعض الاحاديث والتلفزيونات والكلام ده، واليوم ده عدى على خير وخلاص، ده يوم استقبال كده حاجه فاني يعني. بدانا رحنا يوم الاثنين الصبح، رحنا على المعرض، نزلت انا نزلت عشرة كنت في المعرض، رحت لقيتهم موجودين، هم استنوني نبدأ نروح مع بعض، فلما جينا ندخل قالوا لا بعد الساعه 12 ممنوع الدخول الا بعد الساعه 12 اول يوم. ومدينا كل واحد اي دي كده بيحطه في صدره وبعدين وانت داخل بيعمله بيعلم عليه كده زي اللي بتاع السوبر ماركت ويسجل انت دخلت. طبعا انا واخد اي دي في اي بي لونه بنفسجي وهم واخدين لون اصفر، فقالوا له لا ده سياده المحافظ. دخلنا الراجل قلت لهم انا وانت شوف لي بقى، دخلنا وهم استنوا جايبين حاجه بتاعتهم كلها اللي احنا في وشها بقى ان شاء الله، ودخلنا قعدنا لغايه ما جت الساعه 12 دخل وفرشنا الحاجه بتاعتنا. ده كان اول يوم، قعدنا لغايه الساعه كام يوميها حوالي 5 أو 5:30. كان الوزير يجي موجود جه عمل بعض اللقاءات مع بعض الناس يعني كل حاجات اعلاميه يعني. واحنا بدانا نشتغل على اسوان ما كانش في حد يعرف يعني كلمه اسوان بجد يعني مش وايه الحاجات اللي كنتوا انتوا واخدينها معاكم الكتاب بتاع اسوان احنا واخدين سيديهات، واخدين سيديهات وواخدين هدايا وواخدين كتب عن اسوان وكوشوي مش كده كوشوي. كنا عاملين برنامج عن اسوان من 4 أو 7 ليالي للقرى البيئيه وسياحه الصيد وزياره المحميات ورؤيه ومشاهده الطيور وكذلك التمثيل. يعني احنا عملنا في حاجه برضه عايز اقولها مهمه جدا، معلش يعني هو يمكن انا بدات في الاول، هي كانت الدعوة جاية لي من شركة تروبيك، دي شركة سياحة إماراتية، كانت الدعوة أستاذ شكري يوجه لي الدعوة من خلالها، نبعتوا لهم عايزين كم واحد من المرشدين عشان يحضر البورصة بتاعة دبي الأي تي بي. ف يعني كان فكر كويس من أستاذ شكري إن هو قال طب ما نعزم المحافظ يجي المحافظ معانا يمثل البلد يعني. وده كان فكر فعلا انا عرفته بعد ما خلصنا القصه دي كلها، بعد ما خلصنا المعرض خالص. فعلا تواجد مسؤول كبير واكبر مسؤول في المحافظه كان له تاثير كبير. يعني انا كنتش متوقع كده. وهنقول دلوقتي ايه اللي احنا المكتسبات اللي احنا كسبناها. بتواجد المحافظ كل واحد بيجي عايز يتعرف على المحافظ. يعني جه الاستاذ ابراهيم جابر ده اللي هو بيعمل بينظم المعارض في دبي. طلع الموبايل كده المعرض اللي فات ده معرض بيبقى من شهر 11 لغايه اول 2. قال لي اللي كان بيمثل اسوان في المعرض ده التجار. اللي هم ايه؟ واحد واخد بلح واخد سوداني واخد كركديه واخد كذا يروح هناك بيبيعه تاجر واخد حاجات يعني.